يسعد لي اوقاتكم يا رب حبايبي، ميت اهلا وسهلا فيكم باول فيديو بشهر رمضان المبارك. الله يتقبل يا رب منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال. طمنوني عنكم، كيفكم؟ كيف كان معكم اول 6 ايام من رمضان؟ ان شاء الله ما تعبتوا. بالعاده الواحد بيقول اول يومين من رمضان، بس انا عم بقولكم اول 6 ايام لاني تاخرت عليكم لنزلت الفيديو. هلا سبب تاخيري بتنزيل الفيديو رح اقولكم اياه بهالخبريه الكتير حلوه. من كم يوم انا نزلت على جده لسبب كتير حلو، بس هالمره زيارتي كانت سريعه وقصيره، ومثل ما بنقول عنا يعني خطفت رجلي على جده ورجعت على الرياض. يعني زياره سريعه جدا، فحابين تعرفوا شو هو السبب؟ السبب رح اقولكم اياه. السبب يا حبايبي هو انه اهلي الحمد لله اجوا زياره لعند اخي، طلعوا من سوريا على جدة. ألف الحمد لله اجتمعت مع أهلي يعني بعد غياب طويل بسبب الكورونا بتعرفوا، فالحمد لله الله كتب لنا نجتمع كلنا سوا مع بعض. إن شاء الله عبال عند الكل يا رب يجتمع بحبايب قلبه ويشوف أهله ويرحم المتوفي منهم يا رب العالمين. بفيديو اليوم حبيت صوركم شوي من رحلتي لجدة، هي الرحلة السريعة يعني كانت عبارة عن 10 أيام مو أكتر من هيك. وكمان حبيت صوركم شو فطرنا أول يوم عند أخي، وصورت لكم زينة رمضان اللي عملتها مرت اخي، كتير حلوة ومرتبة مثل ما هلا عم تشوفوها. ايه صبايا احكولي انتو كيف كان معكم اول اسبوع من الصيام؟ ان شاء الله كان عليكم سهل يعني ما تعبتوا. انا الحمد لله بفضل الله كانوا سهلين وحلوين كتير يعني، والحمد لله انه ما تضايقت انه مشربت قهوتي الصبح، لا تأقلمت بسرعة، فكان الصيام سهل الف الحمد لله وسبحان الله، الله بيهون على العبد. كتبولي بالتعليقات كمان شو فطرتوا، وذكرنا شو في طبخات كمان الواحد يعملها هيك تكون سهلة وطيبة برمضان يقبلها. هلا نحنا أول يوم رمضان فطرنا عند أخي مثل ما قلتلكن، فعملت لنا مرتخي الله يجزيها الخير مندي كتير طيب وظريف، وعملت لنا سمبوسة، والتسقية هي عند كل السوريين يعني لازم تكون على وجبة الإفطار، والشوربة عملت لنا شوربة القرع كتير طيبة. وطبعا لا يخلو الأمر إني نزلت يوم على السوق قبل رمضان حتى أجيب توزيعات رمضان للأطفال ليحسوا بأجواء رمضان وينبسطوا بقدوم الشهر الفضيل، خاصة انه هن اطفال يعني لبنتي وابن اخي بنفس العمر بيناتهم 26 يوم، بنوتي اكبر، فاحلى شيء وقت قلنا له انه بكره رمضان فكر انه هو شخص جاي لعنا، وقت فاقوا تاني نهار صاروا يسألوا لك وينه رمضان؟ ما اجى، ما دق الباب رمضان. هن لسه عمرهم 4 سنين فما راح يستوعبوا انه رمضان هو شهر الصيام، فمشان هيك عملنا لهم توزيعات ليفرحوا فيها ويعرفوا يميزوا بين ايام شهر رمضان المبارك شهر الصيام وبين الايام العاديه. ومثل ما شايفين جبت هدول الاكياس، جبت منهم 4 موديلات، 2 منهم لرمضان و2 للعيد ان شاء الله. اشتريتهم من المجمع الشامل، يمكن اغلبيه اهل جده بتعرفوا، وحتى في عنا منه بالرياض بس بعيد عن بيتي فما بروح عليه. ظريف كتير هالمجمع انه كل شيء عنده ب5. جبت من عنده كل شي، كياس التوزيعات والحلويات، وعبيت الكياس، وتاني نهار حطينا لهم الكياس عند الباب، فشو انبسطوا وقت شافوهم وطار عقلهم فيهم. سبحان الله الطفل اي شي بيفرحوا بي يعني اي شي هيك صغير بسيط بيفرح فيه، بالرغم انه هن يعني يمكن شبه يوميا بياكلوا نفس الاكلات والحلويات، بس هالمرة حسوا فيهم غير انه محطوطين كلهم بالكيس وكل الكمية. بالعادة انه بنعطيهم حبة حبة باليوم، فهالمرة لا وكل الكمية محطوطة بالكيس فطار عقله.
ومثل ما شايفين حطيت بكل كيس شيبس وشوكولا وبونبون. حبيت صوركم التوزيعات حتى تاخدوا فكرة يعني إذا حابين تعملوا مثلهم لأولادكم أو إذا معزومين لعند أصحابكم وعندهم أولاد، فهي بتطلع كتير فكرة حلوة منكم إنه تقدموا لهم هيك توزيعات. أكيد فيها ثواب إدخال فرح على قلب الطفل وما رح ينساها أبدا، بالرغم إنه الغراض مثل ما قلت لكم مش داد عليهم وبياكلون شبه يومي، بس الطريقة بحد ذاتها حلوة. حتى مثلا فيكم تضيفوا لكيس التوزيعات هدايا ألعاب صغيرة، وطبعا كل حدا على حسب إمكانياته يعني شو بيقدر يقدم بالتوزيعات. حتى شفت فيديوهات على الإنستغرام إنه في ناس بتحط كمان مصاري كعيدية. حلوة الفكرة للي عنده أحفاد إنه بتجي العيدية حلوة من التيتة والجدو. هلأ حتى العيدية حلوة كتير للكبار، مين ما بيحب العيدية؟ هي للكبار والصغار حلوة، وأنا أول الناس بحب كتير العيدية. ولا أنتوا شو رأيكم بالموضوع؟ كتبوا لي رأيكم بالتعليقات، أنتوا بتحبوا العيدية ولا لا؟ وهيك عبيت كياس التوزيعات، ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفكرة وعجبتكم. كمان حبيت ورجيكم شو وصلني هدية من صفحة على الانستغرام، بتعمل شغلات كتير ظريفة وتوزيعات لرمضان جدا مرتبة وأنيقة. فوصلني هدول الصناديق معبى بقلبهم تمر وفواكه مجففة، كتير حلوين الصناديق. حتى عندها أشكال تانية بصفحتها على الانستغرام إذا حابين تروحوا تشوفون، اللي حابب يطلب من عندها رح حطلكم رابط حسابها بصندوق الوصف. أنا عجبوني وحبيت فكرتهم كمان إذا عندك عزيمة أو معزومة لعند حدا حلوة تاخدي بإيدك هيك هدية مناسبة لرمضان. وبهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم وحبيتوا واستفدتوا. لا تنسوني بتعليقاتكم الحلوة، وإذا كنتوا أول مرة بتحضروني وعجبكم الشي اللي عم أقدمه بليز لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتبعتوها لكل أصحابكم حتى ينضموا لعائلتنا الحلوة. نطروني بفيديوهات حلوة ومميزة إن شاء الله، ما حطول عليكم هالمرة. بشوفكم على خير حبايبي، بأمان الله. باي باي.